يا مساء الهنا والزين والبهاء وشراكه، ان شاء الله تكونوا ملاح تكونوا لاباس. انا سافا الحمد لله يا ربي، راني نتاقلم راني بيتا بيتي. شوفوا راح ندير معكم اون بتيت ريسيت فاسيل ماسي سهله مهله اللي جامي دخلت الكوزينه واللي ما عندهاش الوقت اللي ندير ميم با 30 مينوت 40 مينوت. حاجه بزاف سهله وزكريا متاع ليها راح نديرها له في خاطرو باسكو قال لي ديريها لي، مي ما راحش نفطروا في الدار لاخاطش عيطت معايا لا ديرنيغ مينوت. اجرو روحوا نفطروا في خاطر زكريا راني غنصبتيها وهذه راح نجيبو فيها شارج ان شاء الله. قلت له معليش نديرها لك كي تجي هكا، هو 11 12 يزيد ياكل بسلامتو. الوغ نديرها ونديروها كيف كيف ومن بعد ارواحو نحكي لكم في واحد سوجي تري امبورطون، نفهمكم في واحد الامورات. هاي دونك كوزينه ما تنساوش تبعتوا لي تصاور شكو طيب وشكو ديروا ياك. لا ريسيت تاعنا تاع اليوم، نجيبو زوج حبيبات بطاطا نقطعوهم صغار هكا كيما راكو تشوفو بلا ماجي تاعي بيان سور، نحطوهم يغلاو في الماء نديرو شويه زيت شويه ملح. نجيبو ان بلون دو بولي نرحيوه هكذا فلاشوار، نرحيوه بيان حتى يولنا اشي. نجيبو المقله نديرو فيها شويه زيت، حبيبه بصل تكون مقطعه بتي ديرقي وقا هكذايا، نحمسوها بيان كي تتقلى مليح نزيدو لها لو بولي اشي تاعنا، ملح فلفل كحل سيدتي لي زان سيباغابل، ونخلوها تقلى. وباش نزيدو البنه للغراتان تاعنا راح نستعمل فورماجو. هذا الاكتشاف اللي اكتشفتو قبل رمضان يا حصراه، وقلت هذا راح يكون رفيقي في رمضان ومر رمضان دائما، باسكو تري تري فوندو بزاف طري وبنين في بليزيور غو. في هذيك لاباغ الكبيره اللي فيها 360 غرام، في هادو لي بتي باغ اللي فيهم 180 غرام وفيهم بليزيور غو، فيهم غريير، فيهم تاع الزيتون، فيهم ادام، وفيهم شيدار. إذا تلاقيتو به غير جربوه ورجعوا لي بالخبر. وحدة الطراوة ما عندي ما نقولكم، الفوندو تاعو بزاف هايل، وكيفاش تقدري تجمعي به المكونات تم تواسيه، ماشي تقعدي غير تعبزي فيه ولا طري تالمون طري. درت شوية نص هكذايا في البولي ونص الآخر حطيتو في البطاطا تاعي باش نهرسها بيان هكذايا كوم يلوفو. وزيد بزيادة في لاباج تاعهم أراهم دايرين لكم دي غوسيت لهبال، كي تحيري سيداتي روحي ديري دوكا ابوني باش ما تلفلكش وما تنسايش لاباج، وتبعي لي غوسيت شابين لما يحطوهم. يجي دوكا سيداتي وقت المونتاج، نحطو البولي تاعنا هذاك الله الله اللي تشرب فورماجا، شوفوا يبان كراف بنين. نزيدو من الفوق لا بيوري تاعنا كيف كيف اللي كنا زدنا لها فورماجا، درنا لها غير ملح فلفل الكحل، طحنيها مليح باش ما يقعدولكش هكا هذوك الحبيبات لداخل، ونوجدوها باش ندخلوها للفوق تتكراتينا. خليها تكراتينا تدي هذيك لا دورور ماشي بالعاني هكا غير شويه ماشي حتى تحرق، تجي بزاف بزاف بنينه. جربوها ولا جربتو بعثوا لي لي فوتو. وحاجه خفيفه ظريفه هكذايا مليحه للنساء اللي يكونوا خدامات ما عندهمش الوقت ولا حيحبوها كامل في الدار. تقدري في بلاصه البولي ديري فيوندا شي كيما حبيتي، ورجعي لي الخبر الى جربتيها. الكادو تاع زكريا اللي دارته له ماما، الله غير صافي بليزي راه تحبك تشتيك. انا ما درت لي والو غير الا درت لي سكوت قصر برك، الله غير جبتو اوريجينال سكوت برك. راك فرحانه؟ راك فرحان؟ ها عبر عبر، قدش الكلام قدش يخرج والله. كان حب وكان ميت على هاد التريكو هكذا برك، غير هكذا غير هكذا. وما الله عجبك الكادو؟ بارك عجبك الكادو؟ لا لا يهب، لا لا يهب، صحتك صحتك بارك الله فيك يما. وانايا مازال خير جدا ان شاء الله. كي تولدي انت يا كيما الباك كيما صحب شدوها لي دوكا، نخاف اللي خاف على صلاحكم هكا. يا رب لا ان شاء الله في اخر اي خلينا نهضر معاك، خلينا نهضر لكم في السيجي، خلاص تهضروش معايا، خلينا نكمل السيجي. انا نبدا لهم في السيجي تاع اليوم، سمعوني مليح واش راح نحكي لكم باش تدوا منه العبره. هكذا العرب قديما كانوا يختاروا خصومهم كيما يختاروا اللي يحبوهم، يختار خصمه ماشي بيزار. قول لكم علاش، كي يروح فارس من قبيله ما مع الجيش تاعو هكذا باش يضارب مع قبيله واحده اخرى، يقول لهم اخرجوا لي اكفاءكم من قومكم، خرجوا لي المخير تاع القوم تاعكم باش نضارب معاه باش يكون بنفس المنزله معايا، الا قتلني طوميو والا قتلتو طوميو سي ريغلي. هذه ماشي فيها كبر ولا غرور ولا لا لا، باش تشوفوا بلي الانسان يخير شكون اللي نرفيه واللي يقلقه،
ماشي كل حاجه ولا كل واحد انايا يجي يقول كلمه ولا يدير عفسه انا نتنرفا ونزعف ونغضب وندير وندير الحروب. ابدا اختاروا خصومي. شوفوا الحكمه، تعلموا تترفعوا على صغائر الامور. ماشي كل حاجه نحبط ليها انايا ونتضارب ونتشقلل وندير الحرب ونفهم هذا ونقنع في هذا وندخل في حروب مع هذا بالهضره وكذا وكذا وهذا هضر فيا وهذا هضر عليا. السكوت احيانا اجمل جواب. ما نحبطش المستواك، ما نجاوبكش اصلا، اجمل انتقام. راح يخليك تحجمه وتقزمه وتصغره انك ما تجاوبوش. نجاوب ولا نخاصم ولا نزعف من حاجة تكون ندلية، تكون تستهل، تكون عندها معنى. ماشي كل حاجة أنا نوض نضارب عليها ولا نوض نقلق في روحي، ندير لروحي قيمة ونعلي شاني ونعلي قيمتي. انت ماشي من قيمتي ما نجاوبكش أصلا وما نديهاش فيك، ليس ترفعا أبدا. أخلاقي ما تسمح ليش كل خطرة نحبط النيفو ونوض نضارب، ما ديروهاش. ماشي معناتها زوخ ولا احنا حاجه كبيره ولا لا لا، نقيم روحي برك، نقيم روحي واختار خصمي وفقط. نتعلم ماشي اي حاجه وكل حاجه واي واحد يزعفني ولا ينرفيني. بس كل الناس عندنا في درجات، كل واحد ودرجه المحبه، كل واحد ودرجه التعامل معه وكل حاجه. سما انا سته في الناس اللي عندي في حياتي، ستفهم ماشي كل حاجة تزعفني وتقيسني وتخليني ما نرقدش الليل ونخمم. اختاروا خصومكم وعرفوا وقتاش تدخلوا في المعارك. مش كل حاجة تجبدوا عليها السيف وتنوضوا تحاربوا، راح تخسروا وقتكم وجهدكم وأعصابكم بوغيان على حاجات لا تستحق أصلا المبارزة ولا الخصام. هاي عيني تخلوا الليجة يزعفكم، ردوا بالكم.